بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. يا رب تكونوا خير. في الأول بشكر كل من بيتابع قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع، واللي بيشوفنا الأول مرة ما ينساش فعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصله كل ما هو جديد. إن شاء الله النهاردة بادئين الترم الأول من كتاب المعاصر الوحدة الأولى Coming Home، الدرس الأول والدرس الثاني. معانا الـ K vocabulary، الكلمات، ركز معايا. عندنا الروتين اللي هو روتين يومي أو بشكل يومي اسمها daily. نشاط اسمها activity، نشاط activity. يرسل رسالة نصية أو نص اسمه text. عند طريق اسمه way. كنبة أو أريكة اسمها صوفا. عمارة سكنية اسمها block of flats. يحاور أو حوار أو مقابلة شخصية اسمها interview. عندنا البوب كوايز على الكلمات اللي احنا قرأناها دي بسرعة كده. معنا complete the following sentence، كمل الجمل دي using the words من خلال الكلمات in the box اللي موجودة في الصندوق. عندك كلمات في الصندوق زي كلمة interview اللي سألناها من شوية، مقابلة شخصية، activity نشاط، روتين اللي هو الروتين، صوفا الكنبة أو الأريكة. نمبر 1 بيقول لك for people، أربعة من الأشخاص can sit، ممكن يجلسوا on this على هذه الصوفا الكنبة أو الأريكة. بعد كده علي is having not for the job، is the job للوظيفة of the engineer، يعمل ايه من اجل وظيفة المهندس، يبقى بيجري مقابلة شخصية اسمها interview. بعد كده going to school، الذهاب الى المدرسة، is a daily not for me، بالنسبة لي ايه يومي، روتين، يبقى روتين. بعد كده معانا lesson 1، اهم الكلمات والفوكابلة اللي موجودة فيها. عندي أفضل صديق اسمه best friend. يخمن أو يتوقع اسمها guess. يوم دراسة اسمه school day. يفضل prefer. مخبز اسمه bakers أو bakery. يطبخ أو طباخ اسمه cook، ما تتخدعش لأن كلمة cook برضو جايبها لك ايه v، يعني verb فعل، ممكن تمشي noun اسم لو بمعنى فعل، بمعنى يطبخ، بمعنى اسم، بمعنى طباخ. بعد كده معانا شخص اسمه person. بعد كده درس او حصة اسمها lesson، وما تتخلعش بكلمة lesson يستمع. عطلة نهاية الاسبوع اسمها weekend. العمل الدراسي او الواجب المدرسي اسمه school work. شريك او زميل الفصل اسمه partner. دولة أو بلد اسمها country. أما بالنسبة لـlisten 2، مدونة اسمها blog. كل واحد أو كل شخص اسمه everyone. ألعاب الحاسوب أو اليمين ألعاب الكمبيوتر اسمها computer games. متعة أو مرح اسمها fun. بعد كده معانا مواد دراسية اسمها school subjects. اهتمامات interests. راحة أو فسحة أو يكسر بمعنى break. تمشي برضو verb وتمشي noun، تمشي فعل واسم. مكان ما somewhere. موضوع اسمه topic. النوم اسمه sleeping. وقت الفراغ اسمه free time. وخدت spare time، وخدت كمان كلمة leisure. كل ديتي بتساوي كلمة free time. لعبة الشطرنج اسمها chess. بعد كده معانا conjunctions of regular verbs، التصرفات الأفعال غير منتظمة. عندنا أول فعل معانا كلمة يقرأ اسمه read، بس خلي بالك هي الكتابة واحدة زيها زي المضارع، بس النطق بيختلف. read. يأتي come came come. يأتي come
came come. يغادر أو يترك أو يرحل اسمها leave left left. leave left left. يقضي وقت اسمها spend spent spent. spend spent spent. بعد كده نركز في study these definitions. ساعات بيجي لك في اللي choose يجي لك تعريف زي ده ويقول لك ايه الاختيار بتاعه. عندنا اول اختيار اول definition بالتعريف هو block of flats عمارة سكنية. تعريفها a tall building يعني building مبنى طويل with more than بأكثر من floor يعني floor طابق أو دور with flats به flats يعني شقق for people الناس to live in لكي يعيشوا بداخله. كلمة interview يعني مقابلة شخصية تعرفها formal يعني formal رسمي. meeting اجتماع رسمي in which حيثما someone شخص ما asks you بيسألك questions أسئلة about yourself عن نفسك and your life وحياتك. أما كلمة routine تعرفها your usual way طريقة معتادة of doing لفعل شيء ما especially خاصة when you do عندما تفعل them fixed fixed يعني ثابت fixed order بترتيب ثابت at the same time في نفس الوقت. بعد كده معانا حاجة اسمها synonym and antonym. السينمين والأنترم المرادفات والمتناقضات أو التضاد. عندنا كمان كلمة late متأخر late مفيش لها مرادف بس العكس بتاع early late early مطابق the same as بتساوي كلمة identical identical عكسها different to أو different from different to أو different from leave بمعنى يغادر ويترك بتساوي كلمة move move exile exile عكسها stay stay يبقى ويمكث. كلمة يبدأ start start بتساوي كلمة begin يبدأ begin عكسها finish ينهي وممكن كمان end. عندي كمان هام اسمها important important بتساوي كلمة necessary أو vital necessary vital عكسها unimportant unimportant. بعد كده عندنا حاجة اسمها ال perfect or suffix يعني perfect or suffix البداية والنهاية. اللي في الأول ده اسمها ال perfect واللي في الآخر ده اسمها ال suffix. عندنا هنا هنقول هنا عندنا حاجة واحدة اسمها suffix اللي هي ال or مالها بتحول ال adjective الصفة أو الأدفيرب الظرف إلى ناون اسم. دي كلها مسميات لازم تعرفها زي كلمة daily. معانا إكسرسايز على اللي إحنا قلناه في السينمين والأنترم والسافكس والبرفكس. نمبر 1 أحمد and علاء are exactly بالضبط the same نفس الشيء. This means معناها that they are إن هم different مختلفين identical متطابقين important مهمين lazy كسول identical. رقم 2 عادل didn't come لا يأتي to work إلى العمل early مبكرا. he came هو بيأتي خلي بالك هنا جايب لك نفي مع كلمة early يبقى نفي early هو late متأخر. بعد كده it's necessary إنه من الضروري to clean إن أنت تنظف your teeth أسنانك every day كل يوم. This means معناها it's unimportant غير مهم important مهم happy سعيد terrible فظيع يبقى important هام ومهم. بعد كده antonym يعني عكس كلمة begin يعني begin يبدأ عكسها finish ينهي state حالة أو يبقى على حالته study يذاكر ويدرس start يبدأ يبقى finish. آخر نقطة I go أنا بذهب to school إلى المدرسة every day كل يوم. This means معناها I go to school إن أنا بذهب إلى المدرسة daily يوميا monthly شهريا yearly في العام weekly أسبوعيا daily. بعد كده معانا زي ما حضراتكم عارفين في كل درس عندنا حاجة اسمها language notes
او الجنرال نوتس اللي هي الملاحظات العامه في درس الريدنج القراءه والليسننج. اول ملاحظه معانا كلمه روتين وهابت وكاستوم. اول ملحوظه معانا كلمه روتين وهابت، يعني روتين نسينا الوقت في الكلمات، ده الروتين اليومي، ده عمل متكرر. اما هابت ده عاده شخصيه، يعني زي المثال اللي انا اقوله لحضراتكم ده، ماي ديلي روتين، الروتين اليوم بتاعي is the same، هو نفس every school day، كل يوم دراسي. اما كلمة habit زي skipping breakfast او skipping breakfast اللي هو التغافي او الغفوة عن الافطار is a bad habit، هي عادة شخصية. اما كلمة custom بمعنى عرف او عادة مجتمعية، زي اقول it's the custom، انه من العرف عندنا for the bride، على العروس to wear، ان هي ترتدي white dress، الفستان الابيض، in waiting، في حفل الزفاف، دي custom يعني عادة. عندنا كمان كلمة home لها اكتر من معنى، home بمعنى منزل وبمعنى الوطن. هنا كلمة home خلي بالك ان هي لا يأتي قبلها حروف جر، لا مع come ولا get ولا leave. اللي هنا عارفينه ان كلمة get بيجي معاها to عشان بمعنى يصل، وكلمة arrive بيجي معها in وقت. خلي بالك من الجملة دي كده، أقول what time، الوقت، do students، الطلاب، come home، ما جبتش هنا أي حرف جر مع come. أو they get home late، ما جبتش برضو هنا حرف جر مع get. عندنا كمان حروف الجر، prepositions، حروف الجر في النقطة التالتة، on و in و by. خلي بالك ان عندنا حرف الجر on بيجي قبل ايام الاسبوع اللي هم ساتردي لغايه فرايداي، وكمان بتيجي مع التواريخ، بس خلي بالك التاريخ الكامل، يعني زي ما حضراتك شايفين كده، I was born، انا ولدت on 7 December 2000، فده تاريخ كامل، فجبت معاه on عشان هيتعارض دلوقتي مع ان، هنشوف الوقت كمان شويه. اما باي بتيجي قبل وسائل المواصلات، بس بشرط، ايه هو الشرط؟ لا يسبقها لا اداه تعريف ولا اداه نكره، اللي هم ا وان وذا وماي وهز اللي هي صفات الملكيه. اما كلمه ان بتيجي قبل فترات الصباح والمساء والظهيره، زي كلمه ان ذا مورنينج، ان ذا افترنون، ان ذا ايفنينج، وتيجي كمان قبل التاريخ بس التاريخ الناقص، يعني سنه 2000 بس كده تاخد حرف الجر ان وليست اون. اما التاريخ كامل زي ما قلت لحضراتكم من شويه ياخد معانا اون. عندنا كمان كلمه هيلب، يعني هيلب يساعد او بمعنى المساعده او النجده. كلمه هيلب بيجي وراها المفعول ثم تو الفعل في المصدر او المصدر بس من غير تو، زي اقول اي اوفن غالبا هيلب مام بساعد امي ميك دينر في صنع العشاء، اي اوفن غالبا هيلب مام بساعد امي تو ميك دينر. خلي بالك الجملة الأولى help دي وراها mom هو المفعول ثم الفعل في المصدر من غير to. التانية ممكن نشيل كلمة، نحط كمان كلمة to مع make، يبقى to make. بعد كده معانا صفحة 18 exercise on vocabulary، يعني تمارين على الكلمات. نمبر 1 بيقول many people، كثير من الناس، in the city، في المدينة، live in، بيعيشوا in a lot of flats، في الشقق، house، منزل، black، اسود، block، عمارة، chest يعني صدر او يغش، يبقى كلمة block، block of flats في الكلمات اللي احنا قرأناها بمعنى عمارة سكنية. بعد كده come، تعالى، and sit wigless on this comfortable، عليه المريح، four people، اربعة من الاشخاص، can sit، ممكن يجلسوا on it، عليها، armchair، كرسي بمسدين، cupboard بمعنى دولاب أو خزانة، صوفة، كنبة أو أريكة، chair، كرسي، يبقى صوفة. بعد كده I always، دائما، not my friends، أصدقائي، I don't phone them، أنا لا أتصل بهم، text، أراسل، mix، يخلط، fix، يصلح، try، يحاول، text. بعد كده حسن has، لديه، not today، اليوم، with the manager، مع المدير، for the new job، على الوظيفة، routine class، فصل أو حصة، interview، مقابلة شخصية،
وطريقة انترفيو. بعد كده my mom أمي always دائما not my breakfast الإفطار makes تصنع gives تعطي does تفعل deletes يعني تلغي يبقى makes. بعد كده النقطة اللي بعد كده she doesn't like football هي لا تحب كرة القدم. she not tennis هي بتعمل ايه في التنس buys بتشتري spends بتقضي prefers بتفضل goes تذهب prefers. بعد كده drawing الرسم and writing short stories وكتابة القصص القصيرة are my favorite ايه المفضل لدي sports رياضة subjects مواد دراسية interests اهتمامات messages رسائل interests. النقطة اللي بعد كده can you not my mother or me for me please for me because بسبب my phone التليفون بتاعي isn't working لا يعمل يبقى text تراسل send ترسل speak تتحدث talk تتكلم text تراسل. النقطة اللي بعد كده not is the opposite هي عكس كلمة كلمة end ينهي عكس كلمة ينهي continue يستمر get يحصل على spend يقضي begin يبدأ يبقى begin. بعد كده معانا صفحة 19 نقطة رقم 10 my daily note is the same every school day في نفس يوم الدراسة root يعني جذر روتين الروتين صوفا كنبة وريكة كاربت سجادة روتين. بعد كده النقطة اللي بعدها الأخبار is a not newspaper جريدة ايه we can buy نستطيع أن نشتري it every day كل يوم weekly أسبوعية yearly في العام monthly شهرية daily يوميا يبقى daily. بعده much time المزيد من الوقت with my family مع عائلتي is my best hobby هو المفضل لدي أو أفضل هواية guessing التخمين spending قضاء text يراسل helping المساعدة يبقى spending قضاء المزيد من الوقت. بعد كده النقطة اللي بعد كده not is the fixed and usual way طريقة معتادة وثابتة of doing things لفعل الأشياء the بروتين اللي هو البروتين weekend عطلة نهاية الأسبوع روتين الروتين interview المقابلة الشخصية يبقى روتين. النقطة اللي بعد كده a not is a formal meeting اجتماع رسمي ده من definition لو حضراتكم متذكرين وهنا بنقرأ definition meeting اجتماع رسمي in which someone شخص ما asks you بيسألك questions أسئلة about yourself عن نفسك and your life وحياتك activity نشاط interview مقابلة شخصية review نقد view منظر interview. النقطة اللي بعد كده he couldn't finish لا يستطيع أن ينهي his work العمل بتاعه not he looks worried يبدو أنه الآن by be أو بواسطة that's why ولذلك because بسبب when عندما that's why ولذلك. النقطة الأخيرة what sports من رياضة does he like بيحب to not regular بشكل منتظم make يصنعها give يعطيها do يفعلها put يضعها يبقى do.